بيتان للأديب الكبير والمؤرخ الشهير صلاح الدين الصفدي في مدح رسالة نيل العلا أو العلا في العطف بلا للإمام التقي السبكي قال موريا يا من غدا في العلم ذا همة عظيمة بالفضل تملى الملا لم ترق في النحو إلى رتبة سامية إلا بنيل العلا أو العلا رحمهم الله ونفعنا بعلمهما امين